معالي الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام بجمهورية السودان، واسمحوا لي أن أعطي المجال لمعالي السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة المملكة المغربية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السيد رئيس الدورة 46 لمجلس وزراء الإعلام العرب معالي الدكتور إبراهيم العابد، سيد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، السادة الوزراء، السادة السفراء، السادة رؤساء الوفود وممثلو الهيئات والمؤسسات والاتحادات الحاضرة في هذه الدورة، أود في البداية توجيه الشكر إلى معالي الدكتور محمد المومني على رئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية على رئاسته للدورة العادية 45 للمجلس. وحقيقة إذ اصطلع بدور أساسي طيلة هذه السنة من أجل تفعيل العمل العربي الإعلامي المشترك والتمكين من طرح مبادرات تواجه التحديات الراهنة، خاصة ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، ما يتعلق بمبادرة إحياء اللجنة الدائمة، وما يتعلق أيضا بالخطة الإعلامية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أو ما يتعلق أيضا بالمبادرة الأخيرة والمتعلقة بيوم للإعلام العربي، بيكون يوم 21 من أبريل من كل سنة. إن الواقع الإعلامي العربي يعكس من جهة وجود حالة انتقال إعلامية محكومة من جهة بانتشار الإعلام الرقمي وبتنامي الشبكات الاجتماعية وبتوسع إمكانات البث الفضائي وبالتحول المقبل المرتبط بالانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية والمقرر ليوم 17 يونيو 2015. كل هذه التحولات جعلت من المجال الإعلامي مجالا لتدافع محتدم ومستمر، ومجالا لتحولات مستمرة تفرض علينا كدول الانخراط في مراجعات عميقة قانونية ومؤسساتية لضمان حرية التعبير وضمان تعددية وصيانتها، تعددية سيارة الرأي والفكر، وضمان حق المواطن في الخبر، وهي مقومات أساسية باعتبار أن الحرية هي الأصل في الإعلام، وباعتبار أن الحرية وهي تمارس في إطار احترام أخلاقياتها المتعارف عليها عالميا، والتي تنص على قواعد النزاهة والدقة في نقل الخبر والإنصاف في بثه والعمل على التثبت منه، وهي قيم ما أحوجنا اليوم إلى بثها وإشاعتها والعمل على التواصي بها ووضع المقتضيات القانونية الكفيلة بها. وقد انخرطت المملكة المغربية منذ اعتماد الدستور الجديد في يوليوز 2011 في ورش كبير للإصلاح الشامل للمنظومة القانونية للإعلام، تقوم على إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاعتراف القانوني بالإعلام الرقمي الإلكتروني وإحداث مجلس وطني للصحافة منتخب من قبل المهنيين ويعمل على القيام بمهام الوساطة والتحكيم في نزاعات المهنة، وأيضا العمل على الارتقاء باحترام أخلاقيتها. كما أن المرحلة تقتضي أيضا العمل على تطوير آليات حماية الصحفيين من الاعتداء أو التضييق عليهم، حيث ما زالت المنطقة العربية تقدم في العالم كإحدى المناطق التي تشهد حالات متزايدة من الاعتداء. وفي نفس الوقت نحتاج إلى تطوير جهود التنسيق بين الفاعلين في المجال الإعلامي والمشتغلين في مجال تطوير المحتويات الإعلامية
وبين الفاعلين في مجال البنيات التحتية للاتصال بما يمكن من استيعاب تحديات الانتقال الرقمي الذي نشهده حاليا. إن هذه المراجعات القانونية والمؤسساتية المطلوبة من أجل ضمان حق المواطن في الخبر وصيانة التعددية وتعزيز ضمانات الحرية والنزاهة تمثل ورشا ذا أولوية ويكتسب أهمية استراتيجية لا يمكن بحال إغفاله. في نفس الوقت لا بد من التأكيد على ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات وظروف خطيرة تتمثل في تزايد المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس ومسح المقومات العربية والإسلامية لها ودعم مشاريع الاستيطان فيها وضرب مقومات الوجود العربي وإمكانة الصمود. وهنا لا بد من الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وجهود وكالة بيت مال القدس تحت إشرافه. وأشكر بالمناسبة المجلس على تنويهه بجهود اللجنة والتي نعتبرها إحدى دعامات الصمود الفلسطيني من أجل ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكل ذلك يقتضي عملا إعلاميا لا يقتصر فقط على المنطقة العربية والإسلامية بل يشمل مختلف دول العالم باعتبار النشاط الذي تعرفه هذه الدول وخاصة الدول الغربية من أجل ضرب الحقوق الفلسطينية المشروعة وتبخيسها وإنكارها وإشاعة ثقافة تجاهلها. ولا بد لذلك من عمل إعلامي موحد ومنظم ومنسق لمواجهة ذلك. ختاما أتوقف عند التحدي المتنامي الذي تشهده منطقتنا والمرتبط من جهة بتنامي التيارات الهدامة الساعية إلى بث الفرقة والطائفية والتجزئة والتقسيم وإضعاف سيادات الدول والمس بوحدتها وإشاعة الصراع بين مكوناتها مستقوية في ذلك بالإمكانات التي تتيحها وسائل الإعلام لبث العنف والإرهاب والتحريض على الصراع والتمييز، مما يقتضي منا كمسؤولين على الواجهة الإعلامية أن نستوعب الخطر الكامن في ذلك وأن نعتبر أن المفتاح في مواجهته هو اعتماد سياسات موحدة ومنسقة لمواجهة فكر الإرهاب والتطرف وفكر التجزئة وفكر الفرقة والطائفية بما يخدم وحدة شعوبنا ويعمل على إشاعة الوسطية والاعتدال ويمثل رسالة واضحة في مواجهة خطاب العداء للعرب والإسلام والذي يعمل على إشاعة صور نمطية عدائية وتحريضية ضد المنطقة. ختاما أتوجه بالشكر لرئاسة الدورة وأتمنى لأشغالها التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا معالي السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة المملكة المغربية الشقيقة. وأعطي المجال الآن لمعالي السيد عبد الله الصايدي وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية فليتفضل. السيد الدكتور إبراهيم العابد رئيس المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية الشقيقة رئيس الدورة الحالية 46. معالي السادة الوزراء
معالي السيد الصديق أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة. بعد ذي بدء، لا نحن في الجمهورية اليمنية نود أن نعبر عن الامتنان للسيد الدكتور محمد المؤمني رئيس وزير الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الأردنية الشقيقة لما تميز به رئاسته من الحركة والحكمة، فشكرا له. اسمحوا لي بداية أن أحييكم تحية يمنية خالصة، وإنه لا يسعدني أن أترأس وفد الجمهورية اليمنية في اجتماعات الدورة 46 للوزراء الإعلام العرب، والتي يأتي ضمن أولوياتها متابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، بحيث تتضمن أولاً وقبل كل شيء مقاربة جديدة ومبتكرة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي نمر بها في منطقتنا العربية، ونلتزم على نحو جاد ومسؤول بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري على قاعدة مواكبة الإعلام العربي لمجمل التطورات والأوضاع التي تمر بها أمتنا العربية مواكبة إيجابية وبناء وبأداء إعلامي متميز يختلف عن شكل ومضمون ما كان عليه في الفترات والمراحل السابقة، وتأديه دور الفاعل والمؤثر في التصدي لظاهرة الإرهاب وما تعيشه الأمة من تطورات متسارعة وأزمات متلاحقة، لابد وأن يكون الإعلام العربي على درجة من الكفاءة واليقظة لتغطيتها ومؤازرة أي تحرك سياسي عربي موحد لمواجهتها والتصدي لها. السادة الأعزاء، اسمحوا لي أن أشير وبإيجاز شديد إلى آخر ما تمر به بلادي الجمهورية اليمنية في هذه المرحلة الراهنة من تطورات كان آخرها مؤتمر الإنقاذ المنعقد في الرياض، والذي يمثل إعلان الرياض الصادر عنه منطلقا وقاعدة إجماع بين القوى والمكونات السياسية اليمنية المناهضة للإنقلاب والسيطرة على الدولة ومؤسساتها بالقوة والإرهاب. وفي هذا الشأن لابد من التأكيد مجددا على أهمية امتثال القوى الإنقلابية ومسانديها دون مراوغة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216 لعام 2015، والتنفيذ كافة بنوده بإشراف آلية أممية، والتنفيذ كافة بنوده التي تتضمن التأكيد على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ودعم ومؤازرة الشرعية الدستورية ممثلة في الأخ عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. كما يتضمن القرار من بين جملة أمور الأطر المرجعية للحوار بين القوى السياسية اليمنية بما فيها المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمثل مجتمعة أرضية مشتركة لحل الأزمة. وبهذا الشأن لا يفوتني أن أتقدم بأسماء آية الامتنان والتقدير لكافة الأشقاء العرب دون استثناء على مواقفهم المشرفة والأصيلة مما يجري في اليمن،
وأخص بالشكر الأخوة الأعزاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة. سادة الأعزاء، إن الظروف والتطورات الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا العربية خاصة في بلدنا اليمن وكذلك في سوريا وفي ليبيا والعراق تحتم علينا الوقوف طويلا أمامها والاستفاف في جبهة عربية واحدة ومتماسكة تتصدى للمخاطر والتحديات الماثلة وتعمل على تحسين وصيانة أمن واستقرار بلداننا وأوطاننا. الأخوة الأعزاء، قبل أن أختتم كلمتي أدعوكم إلى الوقوف أمام الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشها ويعاني منها الشعب اليمني، ووجه الدعوة للجميع إلى إلى هذه القضية ما تستحق من اهتمام وعناية، خاصة وأن أكثر من 16 مليون يمني، ثلث من الأطفال، يفتقرون إلى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء. كما نؤكد على أهمية تسهيل تنقل العالقين الذي انقطعت بهم السبل والعمل على رعايتهم ومساعدتهم على العودة إلى بلدهم اليمن. أحييكم مجددا وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأتمنى لاجتماعاتنا هذه كل نجاح وتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي السيد عبد الله الصايدي وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية، وأشدد على دعوة معاليه لنا جميعا بضرورة إيلاء موضوع الوضع الإنساني في اليمن الشقيق جل اهتمامنا على الأقل في وسائل إعلامنا. شكرا. الكلمة الآن لمعالي الدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام في دولة فلسطين، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس دكتور إبراهيم عابد، وأتمنى أن تكون هذه الدورة برئاستكم تحمل المزيد من القرارات التي بذل المجلس السابق برئاسته التي تولاها الأخ الدكتور محمد المومني وزير شؤون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية جهدا كبيرا، شاكرين له هذا الجهد ومتمنين لكم أيضا مواصلة هذا الجهد من أجل عمل ينهض بإعلامنا العربي. سعادة الأخ أحمد بن حلي نائب الأمين العام، معالي الأخ عادل بن زيد الطريفي رئيس المكتب التنفيذي، معالي الأخت هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الإعلام والاتصال، معالي السادة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال هذه الدورة، بداية أنقل لكم تحيات فخامة الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن والحكومة الفلسطينية، متمنين لأعمال مجلسكم هذا النجاح، مثمنين ما سيصدر عنه من قرارات. الإخوة الأفاضل، جئتكم أحمل تحيات فلسطين التواقة دوما إلى عمقها العربي من شعبها الصامد الصابر، من أمهات الشهداء والجرحى وأبناء الأسرى، مثمنين في ذات الوقت جهد جامعة الدول العربية التي تعمل على توحيد جهدنا العربي وتكامليته في شتى المجالات وبشكل خاص فيما يتعلق بعملنا الإعلامي وتصويبه الجهد الكبير من أجل إسناد ودعم القضية الفلسطينية سياسيا بإسناد الخطوات التي تبذلها
القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية من أجل بناء المؤسسات الفلسطينية ومن أجل الاستقرار في المنطقة. وكذلك نشدد على دعمكم لصمود شعبنا الفلسطيني المرابط على أرض فلسطين وفي القلب منها القدس الجريح، وكذلك لأهلنا وشعبنا في مخيمات اللجوء الفلسطيني التي يتعرض بعضها لعدوان آثم من جهات ظلامية متطرفة. كما نعبر عن تقديرنا لكل الأشقاء العرب على ما يبذلونه من دعم إعلامي لقضيتنا، قضيتكم الأولى. وإذ نعرب عن تقديرنا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المتعاقبة، فإننا أيها السادة ندعو لتفعيل هذه القرارات وبشكل خاص ما يتعلق منها بإسناد صمود شعبنا في القدس دعما لأهلها وتثبيتا لهم في هذه المدينة التي تتعرض لممارسات المحتل في شتى الاتجاهات وفي شتى ممارسات الترانسفير الهادئ. انطلاقا أيها السادة من أن القضية الفلسطينية هي محور الصراع مع الاحتلال ومفتاح الاستقرار في المنطقة، وينظر لكل تلك القرارات التي ستصدر عن مجالسكم الموقرة، ينظر أهلكم في فلسطين وفي القدس الصامدين على تلك الأرض معمدين هذا الصمود بدماء ومستقبل أجيالنا. القدس يا أصحاب المعالي حضارة وروح، تاريخ ومستقبل وحاضر. بيت المقدس باتت محاصرة ومستهدفة بالتهويد، تعيش حالة تغريب لغوي وترحيل صامت لمواطنيها ولمواجهة حملة الاعتداءات بحقها. نحتاج إسنادكم ونحتاج دعمكم ووقفتكم الجادة والحازمة لمواجهة إجراءات وممارسات دولة الاحتلال. لقد اتخذ مجلسكم الموقر منذ 4 أعوام قرارا يقضي بطباعة موسوعة تاريخية حول الانتهاكات التي تستهدف القدس، وكلفت مجموعة من كبار الباحثين والمؤرخين بإعداد مضامينها وتم إنجازها، وكلفت خزينة دولة فلسطين ما يقارب 100,000 دولار، وهي مناسبة لنقدم الشكر والتقدير لدولة الكويت ولمعالي أخي وزير الإعلام الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح على إنجاز الأمور المتعلقة بالطباعة في مطابع وزارة الإعلام بدولة الكويت التزاما بموقف كويتي أصيل وتنفيذا لقرار مجلسكم هذا بهذا الشأن. كما أطلقت وزارة الإعلام في دولة فلسطين قبل فترة صفحة للأرشيف الإعلامي الفلسطيني تعمل على تجميع تاريخنا الإعلامي المطبوع والمسموع والمرئي، ونحن على يقين أيها السادة أن لدى الكثير من المؤسسات الإعلامية والأرشيفية العربية الكثير من المواد المتعلقة بفلسطين، ونحتاج لدعمكم وقراركم بتزويد وزارة الإعلام بدولة فلسطين نسخة من هذا الأرشيف الفلسطيني الموجود في مؤسساتكم. وأشير هنا أنه عندما أطلقت هذه الصفحة كان قد عقد في فلسطين
اجتماع عادي للجنة التنسيقية العليا بين الفضائيات العربية، واتخذ هذا القرار وقد عبرت في حينه المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة المغرب عن إسناد هذا الأرشيف بما لديها، بما يمكن تقديمه من أرشيف محفوظ لديها، ونقدم لهم الشكر على ذلك. لقد حققت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس وبدعم منكم أيها الأشقاء نصرا كبيرا على الساحة الدولية في 29 تشرين الثاني 2012 بالحصول على اعتراف المجموعة الدولية بدولة فلسطين، تلا ذلك جملة من الاستحقاقات وهي استحقاقات مهمة. نعول أيضا على دعمكم لترسيخ هذا الإنجاز في وسائل الإعلام العربية التي ما زال بعضها يستخدم مسميات ومصطلحات لا ترقى لتلك الإنجازات. وكان أيضا مجلسكم قد اتخذ قرارا من قبل يدعو إلى استخدام المسميات التي تتوافق وهذا الاستحقاق الذي حصلت عليه دولة فلسطين، وهي أيضا مناسبة لندعوكم لزيارة أهلكم وبلدكم فلسطين للاطلاع عن كثب على ما يتعرض له أهلكم في فلسطين وفي القدس من ممارسات احتلالية هي ترقى كما أشار الأخ الرئيس في غير مكان إلى زيارة السجين الذي يتعرض لصنوف العذاب من محتله. إن أهلكم في فلسطين يقولون لكم أهلا وسهلا، فإن على تلك الأرض ما يستحق الحياة. أسرانا يا أصحاب المعالي والسعادة مناضلون في سجون الاحتلال، قضى بعضهم أكثر من ربع قرن خلف القضبان يحتاجون لإظهار وإبراز قضيتهم باعتبارها قضية وطن يحلم بالحرية. آلاف المحررين يحتاجون لمساندتكم من أجل دمجهم في الحياة، فيما ينتظر الأسرى جهدا حقيقيا بالضغط على المؤسسات الدولية لضمان الإفراج عنهم. ومن على منبركم هذا خاطبكم في اجتماعنا السابق معالي وزير الأسرى في دولة فلسطين داعيا إلى وأدعو في هذا المجال إلى ضرورة تفعيل ما اتخذناه من قرارات بهذا الشأن في الدورة السابقة لمجلس وزراء الإعلام العرب. مرة أخرى نكرر شكرنا وتقديرنا لاحتضانكم قضيتكم المركزية الأولى القضية الفلسطينية، آملين المزيد من الدعم والمؤازرة والارتقاء بالقرارات المتعلقة بفلسطين والقدس، وشكرا لكم. شكرا للدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام بدولة فلسطين، وأرجو من الأمانة العامة إدارة الإعلام أن تعمل على ترجمة النقاط الواردة في كلمته إلى برنامج عمل بالتعاون مع دولة فلسطين حتى نسترشد بها في عملنا. شكرا. الكلمة الأخيرة إذا سمحتوا لي للدكتور صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق، فلنتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد إبراهيم العابد رئيس الدورة الحالية 46 لوزراء الإعلام العرب، معالي وزراء الإعلام العرب المحترمون، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجه العراق بعد العام 2003 تحدي غير مسبوق بالانفتاح الكبير للمشهد الإعلامي، وهو الانفتاح الذي رافق تطور بنية الإعلام العربي والتحول من حقبة التلفزيونات الموجهة إلى حقبة الإعلام المنفتح والاعتماد على البث الفضائي للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور
وزيادة المحتوى المنتج عربيا، ما جعل سوق الإعلام العربي من الأسواق الرائدة والصاعدة، الأمر الذي يحتاج إلى كثير من العمل والتشريعات القانونية ما يخص الحقوق وسقف الحريات، وهو ما يجب أن تشير إليه الاستراتيجية الإعلامية العربية المطروحة مدار البحث في هذه الدورة، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون العربي لتبادل الخبرات والإمكانات ونقل التجارب وتحفيز المواهب باتجاه إعلام عربي أكثر احترافية. السيدات والسادة، في حقبة نشوء الدول الوطنية في العالم العربي عقب الاستقلال، برزت أهمية وسائل الإعلام بوصفها صوت الدولة المعبر عن السياسات الحكومية، لكن بعد نحو 60 عاماً على انطلاق أول تلفزيون في العالم العربي وهي محطة تلفزيون بغداد في 2 أيار 1956، نجد أن وسائل الإعلام باتت هي صوت المواطن ولم تعد الوسائل المملوكة للحكومات تحوز على الثقة أزاء الوسائل المملوكة للجمهور، فالمواطن بات منتجاً للخبر والحدث، فيما ظلت وسائل الحكومات تحافظ على عقلية دول ما بعد الاستقلال. لذا فإن بنية الإعلام الحكومي بحاجة إلى ثورة جذرية شاملة لتطوير أدائها وتستفيد من تجربة الإعلام المستقل، فضلاً عن تنقية الأجواء العربية إعلامياً في ظل زيادة نسبة الصراعات الدامية في المنطقة، وصولاً إلى دور فعال في مكافحة التطرف والتشدد والقضاء على الإرهاب. ولربما مرت الكثير من البلدان العربية بظروف استقرار شجعت وساهمت على تطور بنية الإعلام فيها وجعلتها تخطو خطوات لافتة نحو صناعة إعلامية باحترافية عالية، وهي تجارب رافقها الاستقرار السياسي، لكن ظلت التجربة العراقية طيلة 40 عاماً متخلفة عن التطور الحاصل في صناعة الإعلام عربياً. لذا فالتجربة العراقية الآن يجب أن ينظر إليها باهتمام بالغ، لجهة أن عدد القنوات العراقية التي تبث من داخل وخارج البلاد وبطرق مختلفة بلغت بحدود 145 قناة وفق آخر مسح قامت به هيئة الإعلام والاتصالات، بعد أن كانت لدى العراق في زمن الدكتاتورية قناة واحدة تبث خطابات الرئيس فقط. بات العراق يصنع إعلاماً محلياً وعربياً خالصاً خاصاً به، ولم تعد الدولة تتدخل في المحتوى سواء كان مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً أو إلكترونياً، بل باتت الدولة جزء من الحراك الإعلامي وإعلامها يتنافس على حيادة الجمهور. فمجمل الإعلام المرئي المملوك للقطاع العام هو 14 قناة فقط، أي ما نسبته 10% فقط من المحتوى المرئي المنتج محلياً، فيما المحتوى الإذاعي الحكومي يمثل 35% من مجمل عدد الإذاعات المسجلة رسمياً. لذا فإن الإعلام العراقي في حالة عافية واضحة بظل سياسة إطلاق الحريات الإعلامية والتعبير عن الرأي، رغم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العراق من قبل وسائل إعلام مغرضة ومعادية تستهدف أمن واستقرار ووحدة البلاد، في ظل ظروف الحرب على الإرهاب التي يقودها العراق ضد عصابات داعش الإرهابية، ودور الإعلام المعادي في تشويه تلك المعركة وتقديم خدمات إعلامية للإرهاب عبر شن حملات منظمة لكسر المعنويات وتشكيك العراقيين بقدرتهم في القضاء على تنظيم إرهابي وتضليل الرأي العام العربي بهذا الشأن. رغم هذا العراق يتعامل من منطلق القوة بتوفير البيئة المناسبة للعمل الإعلامي، فقد أطلقت هيئة الإعلام والاتصالات مبادرة وطنية لاعتبار العام 2015 عاماً لحرية التعبير وتعدد وسائل الإعلام في العراق، وترخيص جميع القنوات التي تخالف قواعد البث الموضوعة من قبل هيئتنا